Այսօր կխոսենք մեր նույն գետրոնացումով խելակարության մասին։ اليوم عم نحكي بنفس تركيز مواضيعنا والموضوع هو الجنون. يخوسينك كيركيسايي تيفاهارين باموتينن ارنيلوف عم نحكي من قصة المجنون تبع كرة الجدريين. منك داربيرت سيفيروف خوسيتسانك تيفاين اشخادانك نيرون ماسين ونحن حكينا عن تاثيرات الشياطين او الارواح النجسه بعده اوجه يف نغادي ونيتسان انشكان تشارن يف انشكان هاغاراغ ان مارتكوتيان يف استدزو وشفنا قديش هن شريرين وقديش هن ضد الله وضد البشر يف ديسان كور يتا يرنك اريت ونينان انشكان بيدي وناس هاستسنن مارتكوتيان وشفنا قديش اذا انعطت لهم الفرصه قادرين انه يسببوا ضرر واذى للناس مش كان فوخاغالن قديش هن حقودين يمياك ميتشوتس كريستوسوف كريستوسي خوسكي ميج هاستات منالنه والطريقه الوحيده بوجهن هي الثبات بكلمه المسيح كلمات المسيح انش كان نشاناغي خلاكاروتيون شو معنى الجنون ինչեն հետևանքները ամցի մկյանքի մեջ وشو تاثيراتها او عواقبها بحياه الانسان ինչու տվերը գուզեն իրենց զոհերը որսերը խելակար դարձնել ليش الشياطين بدها انه تحول من ضحاياها الى مجنونين ռուգաս 8:35-ը մի դիգարտամ لحقرا من لوقا 8:35 ժողովուրդը կնաց տեսնելու թե ինչ պատահաձեր եկան Հիսուսի մոտ եւ երբ տեսան որ մարդը որ մեջար ոգիները դուրս ելած էին նստած էր Հիսուսի ոտքերուն մոտ հակուսներ հակած եւ ըսկածածած վախցան فخرجوا ليروا ما جرى وجاءوا الى يسوع فوجدوا الانسان الذي كانت الشياطين قد خرجت منه لابسا وعاقلا جالسا عند قدمي يسوع فخافوا գվախնային տիվահարեն كانوا خايفين من اللي فيه شياطين وقتسان يرب يسوس هراش كقدارت وخافوا وقت اللي يسوع عمل المعجزة وقتسان يرب تيوارا بجش كواتس ديسان وخافوا وقت اللي شافوه لهال الشخص اللي كان فيه شياطين انشفى است انزي انش انس ورمان اس مارتيغا بيدي واخنان يعني بالنسبه لالي هالناس شو ما عملت معهم رح يضلوا خايفين اس مارتيغا غابرين واخه هاو الناس عايشين بالخوف من كسنك يرب اس مارتا كاروزن غابري كاروز نحن بنقول مثلا بس واحد عم بيوعظ بيعيش وعظته قام يرب فوتبول خاغا غابري فوتبول او وقت اللي بيكون عم يلعب فوتبول بيعيشه այսինքն կնա ժողովրդային ոչն է որ ամբողջ սրտով եւ էությամբ համոզված եւ մարզված գնե ինչ որ գնե يعني بنكون عم نحكي باللغه الشعبيه انه هذا الشخص بيعمل اللي عم بيعمله من كل قلبه այս մարտիկը ըստ երևույթին գաբրեին իրենց վախը وعلى الارجح او على ما يبدو انه هاو الناس عايشين خوفا գարեվոր է նկատի առնել ցանկիտ մեջ գա պամ մորթուն վարժվերես ապրիլ եւ բեկչի ապրիս لازم تلاحظ انت بحياتك اذا في اشياء معود انك تعيشها وما لازم تكون عم تعيشها كيركيساي تيواهار خلاكار گوتشوي انشور نايف منك گوتشينك هوكيغان خانكاروم اونيتسوخ هل شخص من كورة الجدريين اللي كان فيه شياطين من كان مجنون او مثل ما نحن بنقول انه كان عنده حاله نفسيه ان كيرزمانيرو ميچ گابرر كان يعيش بين القبور ديريسوس انور زارايلي يت تيفاهارا بجشكوفيتساف ومن بعد ما يسوع قدم له الخدمة انشفى هالشخص داربير ديساغي هوكيغان خانكاروم نيرغان في يعني مشاكل نفسية على أنواع مختلفة أشخارا قام شادان كام مارتيك قمدادزين تي هوكيغان خانكاروم ونتصغنر نهيوان نير مش خنتن الناس بيعتبروا او العالم بيعتبر انه الاشخاص اللي عندهم اضطرابات نفسيه هن دائما مجانين بس يراغانوتيامت داربير ديساغي هوكيغان خانكاروم نيرغان ولكن بالحقيقه في انواع مختلفه من الاضطرابات النفسيه اي ثينك ان كان داكناباين خانكاروم نير يعني في اضطرابات نفسيه بتسبب مشاكل كان منايون صافيرو خانكاروم نير او في اضطرابات نفسيه بتسبب وجع مزمن كان هوكيغان سيراين سيكشوال خانكاروم نير او في اضطرابات نفسيه متعلقه بالامور الجنسيه كان انهاداغانوتيان غابواتس خانكاروم نير او في اضطرابات نفسيه لها علاقه بالشخص بشخصيه الانسان يا بايس هيشات سبانيرس
قام أنصر ورونكاز جدير جونان انتارا بس خنتانوتي مش شنلر. والأشخاص اللي عندهم هل نوع من الاضطرابات النفسية عادة ما بتشوفهم بمستشفى المجانين. قرنا الله اللي فانتانوتين مش بانكين مش تبروتين مش دار بيرد غيره مش. ممكن يكون بالمستشفى أو ممكن يكون بالبنك أو بالمدرسة أو بأي مكان تاني. يقرنا الله ما قرتاجي مش زاره يجونون يتصور أنصر. وممكن يكون عنده خدمة أو منصب كتير مهم. إسكاسونس مي أولي لورج نقاط خانكاروم نرانون كن ولكن في الاضطرابات النفسية اللي يعني جدية أكثر أو صعبة أكثر ورون قابواز مارتون دراماتروتيان اللي متعلقة بالمود تبع الشخص ورون سميج قا انك جوازوتيونة ديبريشنة مثل الكآبة مولوتيونة الإدمان قامدة تلوتيونة سكيزوفرينيا أو السكيزوفرينيا Եվ եթե ապար ասոնք ավելի ծանր դեսնված են։ Ու հայդոլ الانواع بيعتبروا ان صعبه اكثر։ Բայց մենք գավադանք որ թևերը հիմնական թերագադարներն են ընկճվածության։ ولكن نحن بنؤمن انه الشياطين الارواح النجسه هن العامل الاساسي بهالامراض։ Անշուշտ միշտ պատճառ մգա փամելալու։ اكيد دائما في سبب ليش الامور بتحصل։ Բայց այդ պատճառներն ուրախացողը եւ այդ մեګه առնելով իր կակատնագետին հասցնողը թե ولكن اللي بيستفيد وبينبسط بهالأسباب وبيخدها وبيستغلها وبيزيدها هن الألواح الشيطانية. انجوازوتيونا أختا جاناتسواتز وربس تصاد دراماتروتيون. الكآبة أو الدبريشن معروفة على أن هي مزاج منخفض للإنسان. ورقس كسي مغم دخروتنه دخروتيام. بيبتدي بحزن بسيط. يف قرنا هسنيل كاكات ناجت مغ سبانوتيون انسنا سبانوتيون وممكن يوصل الى مشكله كبيره مثل الانتحار او الجريمه جن جن ماني ميغوما وهيدا بيشبه شخص بور هيدا كركروتيون غورسن سوتساز شخص يعني بطل عنده اي اهتمام باي شيء خور كوساهادوتيان زكاتشومنر اوني يف غابري وبصير عنده يأس عميق وبعيش بهاليأس نوازات زي كوردي ميج ايرنر تروما وبينقص بينقص استثماره او شغله بمكان عمله اير فجراغانوت اير فجراغانوتيون باكسادزي و استصميمه واصراره بخف اير استغزاكورد غاروغوتيون باكسادزي وقدرته على الخلق على الابداع كمان بتخف نورين اي سبانيرا من قدسنك مارتوتس ميتش ورونك أروريين جهان تبين شادن كم؟ ونحن بنشوف هالأمور مع بأشخاص منلتقى فيهم يومياً يمكن. شادن كم قاعد اسمه قوم هات يا بامي شابز قل لاس في جاجن. ومرات بتصلي مع شخص وبيطلع من حالته هيدا بسرعة. كيف جزار ما ناس ينش بس هاي كان شوت يلا في جاجن. وبتستغرب إنه ليش طلع من حالته هيدا بهالسرعة؟ ير بادجار قفدار في بنagan أبار هات كي واسطة سطيونه قرتا. لأنه وقت اللي بتطرد السبب كتير بكل بساطة العوارض. انجوازوتيان ميچ نايف غان باتساهايت فيزيكاغان بوغوكنر وبضمن الكآبة كمان في مشاكل جسدية كلوخي تصافر مثل أوجاع الراس تولوتيون رخاوة أفلورت كون أو نوم زيادة جنسوجي باغاس نقص بالقدرة على الحياة Եվ գասնի մինչև անսնասպանություն ممكن يوصل لحد الانتحار Եկ նայինք ինչ է այս մտաթուլությունը որ մարդուն վրա հոգեգան խանգարումը գնկատվի خلينا نشوف شو هي هالسكيزوفرينيا اللي بتعتبر انها مشكله نفسيه بالانسان كركسايتي وهار مارتا قدارابير مداتلوتيني ايسينكن سكيزوفرينياي مجنون كورت الجدريين اللي بنقرا عنه كان عنده مشكله السكيزوفرينيا بس تيفيرون باتجاروف اونير ايس ميغي ووتش تي مي ام بناغان اورن هيفانتر ولكن مرضه ما كان مرض طبيعي وبس كان عنده اسباب شيطانيه ايس هيفانتوتشونا اير ميج اوني يرغو باجين هل مرض في عنده جزئين ميغا واخنه الجزء الاول هو الخوف ور انس غوننا اير نيرسيتين اللي بيكون عنده يا شخص بداخله يف يغرورته غوننا اسكايا اسكايارانكنيرو ميچ خاپيوچون
او بيكون عنده هلوسه بور هاراتشكو كا ايرمي امباستانوتيون يي ميغاترانك وبصير يلوم ويتهم الاخرين ورمن اسيغا هاموزومني اس واخ هاموزومنرن فاذا هل مخاوف جايه من انعات ورونك انهاد ما غوننا اللي بيكون عنده اياها هالشخص يف غوروشي باهل وبي يعني بيختار انه يحتفظ فيها هاجاراغ باستوغ اباتشيتسنر ونينالوف هانترز بالرغم انه بيكون عنده براهين بتثبت عكس اللي هو عم بفكر فيه اي ثينك ان انك يريفاغايتشونر غرنا ونينال يعني ممكن يكون عنده اشياء عم بيتخيلها فورتي ماتسين ايرن غوزي فناس اسسنل انه هالشخص الثاني بده يؤذي بايتس اباتشيتسنر وني ور اديغا جيش تشي بايتس ادور برنواتس غمنا بيكون عنده براهين انه هالشيء غلط ولكن بيضلوا متمسك بهالفكره اي سي سي ينتاتراغان واخيروف دارابوغ انس غونينا داربير مداتزيلاغيربما الشخص اللي عنده هالمخاوف هالافكار الباطنيه بصير عنده تفكير مختلف اي ليفس سوفوراغان شي متادزه غاريور تشي انشكان كيدوتشونون انشكان زاركاتساز اي انشكان بانكيده يعني ببطل يفكر بطريقه اعتياديه بغض النظر عن قديش هو متعلم ومتطور ومزدهر ومسقف مش غيريفاغاين تي اوريش ميغوم غوغمه ايرنس سبارناليك ما بيديكا دائما بفكر انه في تهديد من جاي من الاخر ايرنت تشورسكو مينيرون نغادما مشت غاسكازوف غابرين وهالاشخاص دائما بيعيشوا بشك تجاه الاشخاص اللي حولهم امين خوسكي امين فارمونكي نغادما بيرن غاسكازونين وبوج كل كلمه وكل عمل بيكون عندهم شك غواخنان بانيري ورون كويوتيون تشونين بيخافوا من اشياء ما لها وجود يف إيران سمر قدرلا بس إيران قتفين أيت واخرة. وبالنسبة لألون هالمخاوف كلها بتكون كتير جدية وحقيقية. أنا أسمع شادر قلنا لورج تشنامعان أرارك نيرونينال. والبعض منهم بيكون عنده حتى ردات فعل عدوانية. زنك قرن تربات وانج كوتسن. ممكن يحملوا سلاح أو يسكروا شبابيك وبواب بيوتهم. قرنا تشنامي تالنار إيران أمنا موديك بارعام نيرون. وحتى ممكن يصيروا أعداء لأصدقائهم. الأقرب لألون. أيس مدات لوتيان كل خاور نشانة لسوغان خبيوتيونة. العلامة يعني الأولية لمشكلة السكيزوفرينيا هي الهلوسة السمعية. ورقداني أريش أندغيت سيفوف ميغاترلو. وهل شيء بيؤدي بالشخص انه يصير يلوم الاخرين بطريقه غير صحيحه انك نيرك نابز غسكاغ لسه بام ورتيماتسين ميغاترلو فيجاغي ميتش كتن ايرن لانه بيكون عم بيسمع اشياء بتخليه يشوف انه الشخص الثاني عم بيظلمه او غلطان غارزس تيماتسين غوزي ايرن فيراورل كانه الشخص الثاني بصير يحس انه الشخص الثاني بده يؤذيه Եվ վնասակար բաներ գսեն որպես թե մարդիկ իր նկատմամբ վնասակար բաներ գսեն و بيحس انه الاشخاص عم بيحكوا عنه اشياء ضده او مؤذيه لإله մենք այդ նույն 12-ին-րդ համարեն գտեսնենք թե կա մեկը որ այսպես հավատացյալներուն նկատմամբ մեղատրողական բաները սող է ونحن برؤيا يوحنا 12 من 9 و 10 بنشوف انه في شخص هو دائما بحاله اتهام للمؤمنين انا را مار يرب قدسنك ميتشا وايريم ما نوانت هوكيفور ميتشا وايريم ميتش يرب مارتيك اي سبي سي خابيغان ميتكير اونين ولهالسبب وقت اللي بنشوف بالمجتمع الروحي الايماني وقت اللي بيكون في اشخاص عندهم هالافكار دائما اتهاميه تجاه الاخرين اميتشا بس غناينك تاسور يدين جيتسوغ اوفي دائما منشوف مين اللي واقف وراء هالافكار بوروفيديف سادانان قصه غاغاراغي يف غميغاتري هافاداتسيالنر ايرنس هافاتكين امر لانه بيقول الكتاب المقدس انه الشيطان هو اللي بيقاوم المؤمنين وبيشتكي على الاخوه بوربسي ير ايرارو اينان ايلفس ايرنس هافاتك تشين غنار ابريل لحتى وقت اللي هن يعلقوا مع بعض يبطلوا يقدروا عايشين الايمان انونوف هافاداتسيال غلان بس كورزناغاني ميج هافاتكي ابرومները բարիկները փնավ չեն ունենար بيصيروا مؤمنين بالاسم ولكن عمليا ما عم بيقدروا ولا يستفيدوا من خيرات الايمان ولا يعيشوها ինչպես կվարվի մարդը երբ թիվային աստեցության դակ լալով վախեր ունենա կամ մեղատրող լա كيف بيعيش الإنسان وقت اللي بيكون تحت تأثير شيطاني أو تحت تأثير اللوم والخوف الشيطاني؟ بلا بكم دازنكور يخبرنا أن باستانوغنا سدانان
لازم دائما نتذكر انه الشيطان هو المشتكي اللي بيشتكي على الاخوه والاخوات ان واخي ميغاترانكي ميچوصاف خلق كلوخه يغو انس غرنا ويرازل خلاكاريم خنتيما ومن خلال الخوف واللوم ممكن يحول شخص عاقل الى شخص مجنون بعد هذا ارتيو كيزي نيتما ور شات زيزازيسكو ميچت ايلوس كيشيره كونوت باختصوصازي كلوخت بيدي بايتي هل صار معك شي مره انه موضوع اخذته وهالقد برمته بداخلك لدرجه انه حسيت بالليل اخر شيء راسك رح ينفجر عم بتجن منه هو كانت قسكاسور اي ليفس فيرج تشاب سامان شوني اير فيجاجين ميج بتحس انه نفسيتك اضطربت وخلص وصلت لمحل ما عم تقدر تسيطر عليها Սատանան վախն ու մեղատրանքը կործածեց, որպեսի դեր Հիսուսը փարիսեցիներուն ցերկով խաչանե։ الشيطان استخدم الخوف واللوم حتى الفريسيين ياخذوا يسوع ويصلبوه وروبيديف امبوغ تشريغان غرونغان غازمي ميج واخو ميغاترانك تراف لانه الخوف سبب انه كل المجتمع الديني اليهودي يعيش بيلوم يسوع هيسوسيتيم واخ ترافانونس ميج حط بداخلهم خوف تجاه يسوع ورمن ايس بولور خوسيتسانك وربسي منك دسنك يرغو غاريفوراكوين زينكيره ور سادانان غكورزازي خورامانغوتيام هافاداتسيالنيرون تيم فنحن حكينا كل هالموضوع حتى نشوف كيف الشيطان بيستخدم سلاحين ضد المؤمنين بطريقه خداعيه ورونك اوغاغي որեն հիվանդությունը չեն ունենար հաթա աշխաս اللي يمكن ما عندهم المرض բայց իրենց ցանկի պայմաններուն պատճառով ինգած գլան զուգակմը եւ այդ զուգակի միջոցով սատանան գրնա կոնե սկսմնական թուրսեն իրենց դեմ այսպիսի միտքեր բաներ դալ որովհետեւ գործանե իրենց ցանկը ولكن بسبب ظروف حياتهم واختياراتهم ممكن يكونوا واقعين بفخ والشيطان على القليله بالبدايه ببلش من الخارج يوقعهم بهالفخ ويحط فيهم هالافكار երբ սատանան մեգումը ցանկին մեջ կորցելու ազատությունը ունենա وقت الشيطان بياخد حريته بحياه الشخص իր հիմնական երկու այս զենքերը կօգտագործի بيستخدم هالسلاحين դարբեր ծևերով եւ դոգոսներով بطرق مختلفة ونسب مختلفة أكيد. نوين نيتيروف شي كار أما مار تاربير نيت مغسكا ما بيجي بنفس المواضيع كل واحد بيواجه موضوع مختلف بس نباداق ميجي وربسي أنس أبري واخي ميج ولكن الهدف واحد أنه يعيش الشخص بخوف يب ميغا ترانكي إزكات سوم نروي وازدت سوتيان داك وتحت تأثير أفكار اللوم Արդեն վերջացավ մարդուն վարմունքը շատ խելացի վարմունք չի լար այլևս։ Ընդհանուր موضوع بيكون حول تصرفات وسلوكات سلوك الشخص الى سلوك غير طبيعي։ Վստաբի դի խապե ընտագային։ Ակիդ բդու يخدع هالشخص։ Ան վախի միջոցով անտամալույց գնե անցը կամ իր ворսը որում բռնած գլա։ Հու بيستخدم الخوف حتى يشل هالصايد هالفريسه اللي تمسك فيها։ Մեգատրանկի միջոցով ան իր ադելությունը գտափե մարտոց ցանկին մեջ, որովհետև մարտիկ իրարու հետ խրովություն ունենան։ Ու من خلال اللوم بصب كل كره وبغضه بقلوب الناس حتى الناس يصير في تشنجات بين بعضها։ Որովհետև ադիգա իր փնույթն է։ لانه هاي طبيعته։ Չի գնարին փոխվիլ։ هو ما فيه يتغير. يب أور وراري تكتنا إير كوين هون بدي يروي. ومحل ما ينعطى الفرصة لح يبين على حقيقته. يب أيت باتجاروف غاريفور منكشات إزكوش اللانغ. ولها السبب ضروري إنه نحنا نكون كتير حذرين. يت إنك أريت وننا بدي ورتي فاين أستد سوتيون أيت ده غدارتزوي. لأنه إذا انعطى الفرصة لح ينشر تأثيره الشيطاني. ديريسوسي أراكلوتيون نزارايتيون تفرونغو مي أكتا كورزفيتسان واخ باتجاريلو همار باريسيتسينيرون. الشياطين استغلت أو استخدمت خدمة يسوع ورسالته حتى تزرع خوف بأعدائه. ديرير زارايتيان انتاتسكين غدارابير باريسيتسينيرون واخين. الرب يسوع كان يعني يعاني من مخاوف الفريسيين اثناء خدمته يفيد زرايوتيان انتاتسكين انونس ميغاترانكنرن وكان يعاني كمان من لومون باراتسيو رينانون غواخناين دير هيسوسن
كانوا حرفيا بخافوا من يسوع انور زوروتنن انور هيغيناغوتنن من سلطانه انور جوغوفرتاغانوتنن من شعبيته يفايسو نوين بانيره داغافين غيرفين واليوم بعد نفس الامور بتظهر ديس ميغا اشخاري ميج كوزي بارتسانال لا اشخاراين يانكي لا اوكيفور يانكي ميج شوف شخص بس بده يرتفع بحياته ان كان بالحياه الروحيه او بالحياه الدنيويه تشيسكير اورغي باتشارنر غبيرن يف غكارغوزن وربيس ات هاتشوغوتيون غودرن ما بتشوف غير جابوا حجارة ما بعرف من وين وبلشوا يرجموه بس حتى يمنعوه من إنه ينجح. غرنات بارسات صغير يرنس أكود اللال بس شنغرنار تيمانال. وممكن هالشخص إذا ارتفع رح يكون مفيد لهم بس ما فيهم يتحملوا الفكرة. أرتيوك يجعتين قاستفي أي سبيسي نيتيرة يفيجاك نيرة واسطة هل يا ترى الكنيسة بتتأثر من هيك أنواع من ال أو من هيك أفكار ومن هيك تصرفات؟ تفرق غرت سازن خابل كذي أي سبيسي ميتكر ورت تكرلو همار هل شياطين قادره انه تخدعك وتوضع فيك هيك افكار مارغوس 11:18 ان هدفيالا گسه بمرقس 11:18 بيقول التالي اواك هانانر يي ورنكي اوسوسيچنر لسيتين اسيغا يي وسكسان ميچوتس مپندرل تي انچپيس سپاننن زاين انونگ هيسوسن گواخناين وروهدو امپوغ جوغورت گهيانار انوروسوتسوننرون ورا وسمع الكتبة ورؤساء الكهنة فطلبوا كيف يهلكونه لأنهم خافوه إذ بهت الجمع كله من تعليمه. مكتئورا خناين ورودف جوابور تسكسا واسطو خصك ما ديجنل. مش كان لازم ينبسطوا إنه الشعب بلش يسمع كلمة الله. بس ورودف سادانان إيرنس وار ممكن مش كرتزاز جختاجان متسنل إيرنك عادتين يوزتين إسبانل. ولكن لأنه الشيطان كان قدر إنه يتسلل على حياتهم ويوضع أفكار سلبية هن كرهوا يسوع وجربوا يقتلوه. أم من شانك إيرين زينك مش تغن ورتسنلو هم. عملوا كل جهدهم حتى ունեցած ես զգացում որ սիրելիմ հավատագիցմ մեջտեղեն վերնալը ուզես կամ մեջտեղեն վերցվիլ ուզես هل شي مره حسيت هالشعور انه شخص كنت بتحبه او شخص مؤمن خيك بالايمان حسيت انه يا ريت فيني شيله بس من قدام որը դեպտուն սկացում մգսկաս եւ չես կնար գարավարել քո սկացումդ لانه في عندك مشاعر ومش عم تقدر تسيطر عليها قام بنا بعد هذا որ սկաս հալածված ես أو شي مرة حسيت إنك أنت عم تضطهد؟ يفتمين جيش تجنس مارتيك كذي جناين يفهدت جوارفين وربس تشنامي. وإنك مع إنه عم تعمل الصح الناس كلها عم تعديك. يما كيدس أرجع هذا سكاتسوم إيرنس ماتش. هلا صرت تعرف من وين جاي هالأفكار أو هالمشاعر. أم بوخش إير زرايتيان إن تاتسكين يم من شيء غير خاتشلوتيونا دريسوس كدارابير باريس تسينروي ورينكي وسوتشيتشنرون أسيرنس فيجاجن. الرب يسوع خلال خدمته طول خدمته كان دائما يعاني بسبب هالحالة أو هالأفكار اللي كان عنده إياها عندهم إياها الفارسيين. كوغ أفازاك مالار يفيراغان أغانت مالار أمين دساك بان السين يفيرين إيران. كأنه كان سري نصاب وكأنه حقيقة عم بجرب يبلش بدعة يعني هيك عدو هيك واجهوه بعد هذا أورم ورميقوم هات شغوتيان همار ونتازين همار تونا لايسبس نخانس موننالوف اسكسازيس تمتنل تشناموتيون وننال هذا هل شي مرة حصل معك انك حسيت تجاه شخص عم ينجح بعمل معين حسيت تجاهه بعداوة او بانك بدك تقاومه قرنال للميقومة جشكردوتيون كيزي واخية ميغاترانك قدا وهل يا ترى بتشوف شخص كتير مستقيم وهالشي بيسبب لك مشاعر خوف ولوم قرنال للميقا قاور ايرجيانكي ميجكونة تازيد اولي لاف بانوني انو رامارتون ادور هانتب جيتسواتسكونيس ميغاترانكي واخونيس او بتشوف شخص عنده شيء بحياته احسن من اللي عندك اياه وبصير عندك لوم ومخاوف تجاهه اسكوشاتسير كو واخيروت يف ميغاترانكنيروت ايراونك داله تنبه واحذار من انك تعطي حق لمخاوفك ولملاماتك بروفيد فانون كرنان اوغاغي تيفاين استيتسوتيون لال لانه ممكن يكون تاثير شيطاني مباشر يتتون شارونك واخي ميغاترانكي هوكيفيجاك كابريس واذا انت عشت بحاله نفسيه مليانه من الخوف والملامات بشكل مستمر هذيكا كنشاناغي فور هافاتكيت ميتشوتساف تشي فور غنايس إنش بدي أنس يا إنش بس بدي أنس. هيدا بيعني إنه أنت ما عم بتعيش بحسب الإيمان ولا عم تنظر لشو لازم تعمل بالإيمان. دقيقة إن الشناعة تون أستفاد إسبانما يف أمبوخ شو تيام نفير فاز إسأنور
եւ գործես լրումին հասցնել بل هيدا بيعني انك انت تحت تاثير سلبي وانت مكرس لهالتاثير وعم تعيش فيه وشاطير يغير سيرليس ور تشلا واخي ميغاترانكي كورزاغال لاسادانين انتبه انك ما تكون عميل الخوف والملامه بايد الشيطان اسواد شون تشغسي انيغا سودي هايرنه لانه الكتاب المقدس بيقول انه هو ابو كل كذاب غسي يخبارنرون تم تشار خوسوغنه بيقول هو المشتكي على الاخوه هايت نوتيان كيركي ميچ غسي اديغا اراچين اوتسنه ور امبوغ تشاشخار مولوريتسوتس وبرؤيا يوحنا بيقول انه هو الافعى الاولى اللي ضللت كل البشر انشس غرنانك هختل واخيرون يف ميغاترانكنرون كيف فينا ننتصر نتغلب على المخاوف والملامات؟ هافاداتسيال بيكتشوني كيتنالو ساداناين بنويتين ماسين. المؤمن منه بحاجة إنه يعرف طبيعة الشيطان. بيكتشوني أمين واريان بعد كيرات سنلو ت أنور أنيجا إنشوز قشخدي. ولا بحاجة إنه دائما يقعد يتصور كيف الشيطان عم يشتغل. بروبيد واديجا يرجعن كيمج هاڤելյալ վախ պիտի հարաճացնի لانه هيدا ما راح يسبب الا خوف زايد بحياته يغيان يرگينكن գրակ գիչեցներ إليا قدر ينزل نار من السماء نيروتش نيرغايتشيان گگنار وكان يوقف بمحضر الله բայց երբ շատ մտի գրավ նկատի արավ հեզապելի խոսքերը իր մեջ վախ ունեցավ եւ իր ազատության համար գսե փախավ ولكن وقت اللي استمع واعطى اهميه لكلمات ايزابيل بيقول انه صار فيه خوف بداخله وهرب من قدامه մենք պետք է աստվածաշունչի խոսքերուն վրա գետրոնանանք نحن لازم نركز على كلمات الكتاب المقدس որովհետև սատանային հիմնական գործն է խապել ու մեղադրել لانه دور الشيطان الاولي هو انه يخدعنا ويكذب علينا վախի եւ մեղադրանքի միջոցով սատանան գուզե եկեղեցվո զավակներուն միջև խրովություն մտցնել من خلال الخوف واللوم الشيطان بيجرب انه يسبب تشنج ومشاكل بين ابناء الكنيسه ميغاترانك يف كناتادوتيون متسنل وانه يجيب بيناتهم لوم وانتقاد لبعضهم البعض سادانان هافاداتسيالنرون يف يگيغيتسو گيانكي ميچ گتنوغ ميغاترانك مارمناتسنوغنه الشيطان هو تجسد لكل اللوم والانتقاد اللي موجود بالكنيسه يرب تبك ما بادا هليت انصم ورتكري ايت ميغاترانكي سوفوروتيونا وقت اللي بيحدث شيء امر معين وشخص بيجي وبيتبنى موقف الانتقاد هيدا انش باتجارو ورال الله شو ما كان السبب يتا انك ورتكري اذا هو تبنى موقف الانتقاد هيدا سادانانا ديغا بيدي كورزازي هافاداتسيالنيرا ايرار غورزانيلو همار فالشيطان رح يجي يستغل هالشيء حتى المؤمنين يؤذوا بعض او يهدموا بعض ميغاترانكنر هاراتش كبيرن واخ شبوت اللوم بيؤدي الى خوف وضياع ميغ بيؤدي الى الخطيه ادلوتيون الى الكراهيه جنشوم الى الضغط يف سخال ازدتسوتيونر وتاثيرات خاطئه اخرى ميغاترانكنر غ شيغن هوكيفور باناغ اير اسكاغان جامباين نباداغاغيدن واللوم بيضلل الجيش جيش الله من هدفه الاساسي ميغا مولوريتسنيل ساداناين امينا بارتسر خابيوتيان ديساكنرن ميغنه تضليل الشخص هي او هو اهم اسلوب بيتبناه الشيطان يفيته غرصاب ميغا مولوريتسنل واذا نجح بانه يضلل شخص قداني سخال دغير بياخذه الى اماكن خاطئه سخال ميتكرو الى افكار خاطئه يغيغتسو هايرر غباتمن اباء الكنيسه بخبروا انانك ورونك هوكيفور ارتنوتيون يف تاستياراغوتيون اونيتساتن الاشخاص او الاباء اللي كان عندهم تعليم ووعي روحي يرب خنتير مباداهي انه وقت اللي كان يصير في مشكله ناخ تيف اميتشابس كيزيكالو بارغاتسنليك بانشي خوسير الشيطان ما بيجي و بالاول بيقول لك شيء بخليك تغضب ناخ كمودنا كيزي هاموزوغ نيتير بانالوف بيجي بالاول وبيفتح مواضيع كثير مقنعه يوانجيت كيزي غداني ات نيتين هيت مياسين جامبورتوتيام وبياخذك برحله مع هالافكار يف نيتين نيت نيتين نيت غداني منشاف ور كيزي لاف ما وشاطروتيون تكراوي وبياخذك بياخذك من موضوع لاخر لاخر لحد ما يتملك بكل انتباهك معه انجيت كيزي وغاكي غتني اد انسين ارشيف ورتون اميتشابس
գտեսնես զինքու բարիկները հանգիստդ գործընծնող եւ գբարբես վրա ու من بعدها بحطك بموقف قدام هالشخص وانت بتلاقي انه هيدا الشخص هو سبب كل مشاكلك وبتفضي كل غضبك عليه սադանան շատ անգամ մարդիկ մոլորեցուցած է سخال كغابارنر تنلو فيرنس ميتش الشيطان كثير اوقات بيضلل الاشخاص بانه من عن طريق انه بيزرع افكار خاطئه بداخلهم سيلو ور كورتس تشيغا بيقول لهم ما في شغل سيلو ور ترام تشيغا ما في مصاري بس كو اسفاز ذات ايتبس تشسر سادانا ايتبس كسيف تون لاف كيدس بس الهك ما بيقول هالحكي الشيطان هو اللي بيحكي هالحكي انشو تون كو تشناميت خوسكير غرقنلو سكساتس ليش صاير عم بتعيد الكلمات اللي جايه من العدو وروفيديف لوريرا ايتبس كسن لانه الاخبار بتقول هيك لوريره يف دفوغنيره تير تشن جانسز ات استفاز الاشخاص اللي بيوصلوا لنا الاخبار ما بيعرفوا يسوع كو استفاز دينش كسه وانت شو بقول الهك شو بقول لك ورونتون غاغوتس انت الاله اللي بتصلي له ور ميغا غنغاليس اراتشنورتوتيون اف بجشكوتيون واللي بتتوقع منه انه يقودك ويشفيك اي لافس هافاداتسيالنيره نواجومنر سيرك بيريلو يريفاغايتيونا غورسنصوتساتس كلان وبيصيروا المؤمنين خسرانين هالقدرة على التصديق انه هن قادرين يقتحموا وينتصروا اي لو سات يريفاغايتشونو ور يس بيدي بارتسرانام ايس جيدين بيدي هاسنيم يف هافاتكس هون بيدي اردا هايدم غورسن سوتساتس كلان وبيصيروا خسرانين هالايمان انه انا قادر اني اوصل الى هالمركز واني اعيش ايماني واتاثر بايماني بهالمكان يا بارزورينغ سكسين خابيوتشون ابريل وبيصيروا عايشين بخدعه اي صور اشخاري ميج غانايف داروريناك يريفويت ما اليوم بالعالم كمان في ظاهره غريبه شيغاز اشخار سخال يف سخاله وربس جيش تسنلو العالم يعني محول الامور وصاير يشوف الغلط صح والصح غلط سيفس كساز غوتشفيل جيرماك والاسود صار ابيض يف جيرماك سيف والابيض صار اسود ورمن شات غاريفور ور هافاداتسيالنر ساداناين ميغاترانكنرو كورزاغالنرو تشلان وضروري انه المؤمنين ما يكونوا عملاء بايد الشيطان يربتون قسقسيس ميغاتريل سادانان كيزي يرن كورزاغال شاهاتس كلا وقت اللي انت بتبلش باللوم بيكون الشيطان يعني ربحك كعميل له ايد باهون تون يرن كورزاورنس انت بهديك اللحظه بتصير شغيل عنده ان امن هناراوروتيون نغادي اراز يغيغيتسين باجنلو همار لانه هو ما بيقفي اي وسيله حتى يهدم الكنيسة. يف زين أدلوتيان جترون تارسنلو همار. أو حتى يجعلها مكان مليان من الكراهية. مينش جان تفاز أنتم فاز ور يجعتين قط فاز سيرو جترون تارنلو همار. بينما الكنيسة دعوتها أن تكون مركز محبة. سيرينر يجعتين مج مز هارتساقوم تورسنشة. يا أحب الهجوم الأكبر على الكنيسة منه من الخارج. مش نرسن يغادز. دائما كان من الداخل. هذا وبار يجعتين مج ككت نفي ميغان ترانكي هيم منال. وبالكنائس بيكون موجود أساس للون. يرب يجعتي قسم ميان مير يجعتي ماسين كم خصير أنت هان رجان يجعتي كريستوسي يجعتي ماسين خصير. وقت اللي عم بحكي عن الكنيسة ما عم بحكي بس عن كنيستنا عم بحكي عن كنيسة يسوع المسيح العامة. سخال إنك نار تارات شما يف نخان سخين تير اللالو مولوروتيونا غا يغيغيتسينيرو ميج واحدة من أسس اللوم اللي موجودة بالكنيسة هي التبرير الذاتي الخاطئ والغير الخاطئ يرب ميغا خنتيري ما هارتسي ما ميج لا أم ميج أبس أس يرغو كن ميغا كورزاتي وقت اللي حدا بيواجه مشكلة دغري ببلش يستخدم واحدة من هالوسائل إير نخان سخين تير اللالة تنيلوف إيرافون غا غنغالي ببرر حاله بغيرته وبيطالب بحقه كيدك سيرلينر باريسيتسينيري وورنكي وسوتيتشنر نخان سخنتروتين مغواد يسوس خاچانتين تعرفوا انه الفريسي والكتبه كمان كانوا مدفوعين من غيرتهم حتى صلبوا يسوع ايرنس سخال نخان سخنتروتيامب سورپ يف ارتار خاچانتين بغيرتون الخاطئة هن صلبوا البار والقدوس تسكنار يريفاغايل سادانان انشكان كيش بانير غرنانيل يتتون
քննադատության եւ մեղադրանքի այդ հոգին իր մենտունիս ما فيك تتخيل الشيطان شو قادر يعمل من خلالك اذا انت قبلت منه روح اللوم والانتقاد գրնալալտուն խապվիս միտքերեն բայց եւ այդպես առաջին վնասվողը տուն եւ յետքը քշուրջիներդ կլան ու ممكن تكون انت ضحيه ولكن المتأذي الاول راح تكون انت ومن بعدك الاشخاص اللي حولك ինչպես գրնա հավատացյալը զերծ մնալ այս մոլորելեն كيف فيه المؤمن يحمي حاله من هالضلال մոլորելեն յետ մնալու համար մենք պետք ունենք վերադառնալու دير يسوس كريستوسي خوسكرون للحماية أو لنحمي حالنا من هالنوع من الضلال لازم نرجع لكلام يسوع المسيح مز أغيغ جامبو ميج باهلو عمار أنجي أولي زوراور ميتشوتس شغا ما في أي وسيلة أقوى من هالوسيلة حتى نبقى على الطريق الصحيح غارتان مياسين هوفانو فيتس واتسونو تواتسونينا همارنر خلينا نقرأ مع بعض يوحنا 6:68 و69 أسيغا أي تبتنا يرب هيسوس خوصيتساف تي إنك جانكي هاتسنة يف زينك بكي ودن هاوي دناغان جان كارنلو همار هيدا الحادثة وقت اللي يسوع تكلم وقال إنه أنا خبز الحياة ولازم تاكلوني حتى يكون عندكم الحياة الأبدية يفايد باهون ويتساير هوكيين من شف هزار هوكي هده ورتنر كايتاغيتسان يفير مهراتسان وبهديك اللحظة أشخاص يعني ألاف الأشخاص انعثروا وابتعدوا عنه بسبب هالشي يفايد باهون دير يسوس تارتساف نايف إيرا شاكرتنرون داسني إرغوكين وبهاللحظة برم يسوع وطلع إلى تلاميذه ال 12 يوسف جوزك تقال يرتال وقال لهم أنتو كمان بدكم تفلوا يدسك بدروس إنش صاف وشوفوا شو بطرس قال دير ورم بدي يرتانك هفيدناغان جانك دفو خوسكرة تونونيس يا رب إلى من نذهب كلام الحياة الأبدية عندك وش بروه ده ميان أونيس ومش بس لأنه عندك شارونا قتيونك سه بيكمل وبيقول منك هواداتينك وكيتسانك تتونس كريستوس أستاذو سورب ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي ոչ թե միայն որով հետև խոսք ունիս مش بس لانه عندك كلام الحياه մենք նաև հավատքով քիցանք հավատացինք թե դու սուրբն ես بل لانه نحن آمنا وعرفنا انك انت القدوس աստծո սուրբը որ մեզի համար աշխարհ եկար قدوس الله اللي جيت كرمالنا على الارض որպեսի մենք ալ քու օրինակովդ սրբվինք لحتى نحن كمان نتقدس معك հետևա պարսիրելիներ վախին եւ մեղատրանքին ինչ դոգոսով որալելա վերջավորությունը խելակարություն մնե فاذن يا احبه نهايه الخوف والملامه رح تكون شو ما كان يعني على مستويات مختلفه ولكن رح تكون الجنون تريفس اتور سيغانا قدرلو خلاكاره تشس يمكن ما تكون المجنون اللي بكسر وبحطم الاشياء اللي حوله يغيغيتين قدرو غورزانو خلاكارنرنس ولكن رح تكون المجنون اللي بكسر وبحطم بالكنيسه միջավայրի մեջ ընկերությունը գործանող խելակարներն ես او تكون المجنون اللي بيحطم وبيهدم بالمجتمع ընդանեկան սրբությունը գործանող խելակարմն ես او المجنون اللي بيهدم بداست العائله կորձիտ մեջ խելակարմն ես او مجنون بعملك հարաբերություններուդ մեջ խելակար ես او بعلاقاتك գյանքեն քեզի եկող ցախողություններում մեջ խելակար դարձած ես او مجنون متاثر من الفشل اللي جاي بهالحياه բախուս չկա վախով եւ մեղանտրանքով ապրող եկեղեցին վերջավորության խելակար بيد լայվ խելակարի վարմունքներ بيدի ունենա ما في مهرب الكنيسه اللي بدها تعيش تحت تاثير اللوم والخوف بالنهايه رح تعيش بجنون وتصرفاتها رح تكون تصرفات جنونيه վերջապես հերու بيدի լա իր հոգևոր ինքնութենեն ու رح تكون بعيده عن هويتها الروحيه հերու بيدի լա մարդկութենեն بعيده عن انسانيتها այսօր եկեղեցին դեսնես մեկ կողմն է եւ մարդկությունը մի սկոմն է اليوم بتشوف الكنيسه منعزله بمكان والعالم كله او الناس كلها بمكان ثاني ինչ կան գապապակին որ գարենանք այսպես միություն ստեղծել و قديش عندنا رغبه بانه يصير في وحده او امتزاج չեմ կերքանի դասնյակ դեսակ
միջոցներ որտեգրած ենք, բայց ադիգա միշտ դժվար եղած է, որովհետև հոգևորը բաժնված գլա աշխարհեն։ وتبنينا يعني عشرات الوسائل ولكن دائما هالشيء صعب لانه الروحي دائما منعزل منفصل عن العالم هيروغلا يغيتسين ايلف سيرن وبتصير الكنيسه بعيده عن المحبه يربانيم ماسينغ خوسيس انك سيرو سير اردايدلو بوخارن ինքն արտարածում գուտա պատճառ գուտա թե ինչու ինքը գրնա չսիրել وقت اللي بتحكي مع دائما بتعطيك او بيعطوك اعذار انه ليش هن عندهم مبرر تما يحبوا اي لو شي غا كريستوسي ներշնչումը գաթիվային ներշնչումը فببطلوا عايشين بوحي من المسيح بل بيكونوا عايشين بوحي من الشياطين يب يرغار ادن نյութի մշուրջ դեսնես միայն ներշնչվիս ժխտական ووقت اللي بتشوف انه لوقت طويل ما عم تستوحي الا بطريقه سلبيه بموضوع معين يس غارا تشارجم يتتون هوجاريس اراتشين ابتاك زارنوغتون كيزيتون يغير انا بقترح عليك انه تكون انت اول مين بيصفع حاله لحتى تفيق توغ هافاتكيت اردونوتيون داس ميغات كيزي ابتاك زارني اسمح لايمانك يضربك كف على وجهك ور انتراتارناس ور تون تيفاين استيتسوتيون غنيرشنشيس كوانسيت لحتى انت تتنبه انك عم بتستوحي من شياطين يف ميتس هافاناغانوتيام هافاتكيت هاغاراك شارجوغ دارناس وعم بتكون عم بتتصرف بعكس ايمانك يف يغيغيتسين هيروغلا هامير اشخوتنن وهيك كمان الكنيسه بتكون بعيده عن التناغم خوم بيرو باجنواتس بتصير مقصمه تشستسنر فيرن كارير غيرتانغوكان ما بتشوف انه في حجاره عم بتروح وتجي بيناتهم باتيت مودناس لاف نايلو غدسنس بافاغان فيراورواتسنر كان ولكن بتشوف اذا قربت كفايه رح تشوف انه بكل مجموعه في اشخاص مجرحين اسيغا ساداناين كورزني هيدا عمل شيطاني يف بتدادس أكورد مارميني أنتامي بس بك قدر فيه في مشتغين يلا وضروري إنه ينقطع مثل عضو بالجسد أفسد ويعني انتهى لازم ينقطع وينكب يرب يجغتسين أرتون شلار وقت اللي الكنيسة ما بتكون واعية كفاية يرب كداجيت شلار ما بيكون عندنا معرفة أو وعي إنكن إير ماتش إنكن إير هيد بعد رازمي ماتش كلا وقت اللي بتكون هي عم بتحارب ذاتها ورفت سيفوف إنك زينكين بعد جارنر دواز اللالوف وبتكون عاطي أعذار لحالة أستدزو ماسين سخال وارتا بدوتيون دارازات كلا أشخاري ورا بتكون عم تنشر تعليم خاطئة عن الله بهالعالم يرب جيش تادور همارة ورا يسور أشخاري ورا قدسنس بولور ميز جرون ներգսեն մենքալ քրիստոնեությամբ ես քրիստոնեությունն ալ մեզիպես դրոն մնենք لهالسبب بتشوف بهالعالم بهالايام انه الاديان الثانيه بتقول انه نحن كمان مثلنا مثل الدين المسيحي ես գարաչարգեմ թունքես արցագես այս խելակարութենեն անա բقترح عليك تحرر نفسك من هالجنون ابريس կյանքը որ քու սիրդդ ներշնչողը հիսուսը լա تعيش حياه ما بتستوحي منها بقلبك الا من المسيح ամեն ինչ որ տուն գնես թող որ հիսուսով լա وكل شيء بتعمله تكون عم تعمله بالمسيح بن գորնտացիս 13-ի մեջ կսե ամեն հբարտ խոսքերը եւ հբարտ վարմունքները Քրիստոսի արչեւ գբերեն քերելով بي كورنثوس الثانية 10:3 بيقول إنه منستأسر كل فكر متعالي ضد الله إلى المسيح. هاي صار جمانك نورتون أرتساقفيس أزادك رويس واخن يف ميغاترانكن. اليوم هو الوقت حتى أنت تتحرر وتحرر ذاتك من الخوف والملامة. كذي سمعت بورتساروتيون جا وركو ماتشت واخين يف ميغاترانكين بوخارن سير خاغوتيون جلا. خليني أوضح لك أنه بمقابل الخوف واللوم لح تمتلي بمحبة وسلام كم ماتشت قلا أين ديغة ور واخين يه ميغاترانكين بوخارين قكت نفي سير يخاغوتيون الحقيقة هي أنه الخوف واللوم بيعبوا المكان اللي هو مخصص للمحبة والسلام بداخله. يف قارا تشارجي ما يصير ورتونا ديجا استناس. وأنا بقترح عليك أنك تنال تستلم هالشي اليوم. نافق تلاتري ما ميجا بس يس أسباني متشي قام تشسس.
وكمان بوصيك انه ما تقول لحالك انه انا ما خصني بهالموضوع يور خوسفي دولار دلفيرو ماسين وقت اللي ينحكى عن انه الدولار عم يرتفع ذا بيجشكوتيون دلفيرو ماسين او عن انه في شفاء هراشكي ماسين او عن انه في معجزات انت بس جنيدفينغ كيف نحنا من كب حالنا؟ مير هانسانك خصوصاً الوادن نوين بس ندفينغ. لازم هيك كمان نكب حالنا وقت نكون عم نعترف بالخطية. من كريستونيا كان كاغاكاوار وارمونكنر شينات استغزازينغ. نحنا خلقنا تصرفات مسيحية إيمانية مهذبة. لاف بانير إنزين سخال نير كوفيس نستوغينن. كل شيء منيح لإلي وكل شيء غلط للي واقف حدي. أمين تجواروتيان باتشارا كوفينسة. كل مشاكل جايه من اللي حده اذا بار اسيغا كريستونياغان استغزاكورزوتيون منه هيدا خلقوا المسيحيه منك بتكونين مير وارمونكنيرون امر اباشخارل نحن لازم نتوب عن سلوكنا عن تصرفاتنا يته غوزينك ور ديروتش نيرشنچوم ابرينك اذا حقيقه بدنا نعيش بوحي من الرب ديروتش خوسكير اراچنورتوتيونير سورپن لانه تعاليم الرب ارشادات الرب مقدسه انور نيرغايتيون مير گيانكي ميچنه وربسي منك باريكنر وايلينغ وحضوره بحياتنا موجوده لحتى نكون عم نعيش ببركاته سوربوكين ايسور غوزيكيزي اورشنل الروح القدس اليوم بده يباركك غوزي واخي ميغاترانكي ايت هوكين مولوروتيان ايت هوكين يانكيت فيرتسفي لمان بده انه يشيل منك روح الضلال الجاي من الخوف واللوم انش كان بادراستس قديش انت مستعد انش كان سرديت ماتشتون غوزيس ايت ميغا ستانال قديش انت قابل ومستعد انك تستلم او تستقبل هالشي بقلبك انش كان بادراستاغاموتيون اونيس خوسك لسيلوف هراجارلو ايت واخي ميغا ترانكي جيديرن وقديش انت مستعد انك من خلال سماعك للكلمه تتخلى عن كل النقاط اللي في عندك خوف ولوم فيها تونايسور غوشنفيس